المباركة هي قول ربنا يسوع المسيح: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرعوا يفتح لكم. يعني ربنا عايزنا ان احنا نطلب عشان ناخد. ولذلك قال لتلاميذه القديسين في يوحنا 16:24: للآن لم تطلبوا، اطلبوا تأخذوا ليكون فرحكم كاملا. يعني دعوة للصلاة ولأنك تطلب من ربنا. ربنا ممكن يعطيك دون أن تطلب، لكن لما أنت تطلب وتأخذ بتفرح من جهة، ويزداد إيمانك من جهة، وتشعر بفائدة الصلاة من جهة أخرى، ويزداد إيمانك بقيمة الصلاة وفائدتها. لكن المهم إن جايز واحد يقول: كم مرة طلبت ولم آخذ؟ طبعا اطلبوا تجدوا، مفروض نحط جنبها آيات تانية: نحن لا نسير مطلقا بطريقة الآية الواحدة. لما نحب ندرس موضوع نجمع كل آياته علشان تكون الحقيقة أمامنا كاملة. إلى جوار اطلبوا تجدوا، نحط الآية اللي بتقول: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وكل هذه تزدادون. ونحط جنبها أيضا آية في يعقوب 4:3 بيقول: تطلبون ولستم تأخذون، لأنكم تطلبون رديا لكي تنفقوا في لذاتكم أو تنفقوا في لذاتكم. فالإنسان اللي يطلب طلبات لا تتفق مع مشيئة الله، أو طلبات مادية من أجل اللذة العالمية، من الجائز جدا ان هو لا يستجاب اطلاقا. نتذكر كيف ان سليمان الحكيم لما ربنا قال له يطلب، طلب الحكمة لكي يستطيع ان يدبر امور الناس حسنا. جائز واحد يطلب طلب، يعني ربنا العالم بالخفايا مش موافق عليه، او هو مش من صالحه، الطلب مش من صالحه. ربما بنت عجبها ولد وتطلب انه يخطبها او ان ربنا يسهل لها الموضوع ده، ويكون ربنا عارف انها هتتعب معاه وانها مش دارسه الموضوع كويس، فلا تستجاب الطلبة، لأن ربنا عارف أن الطلبة ليست لخيرها. أو واحد يطلب من أجل وظيفة معينة، ويكون ربنا موجه، يعني مدبر له وظيفة أحسن منها، فلا تستجاب طلبته، لأن ربنا بيدبر له حاجة أفضل من كده. ولهذا أحب أن أقول قاعدة روحية، وهي: الله لا يعطيكم ما تطلبونه حرفيا، إنما يعطيكم ما هو خير لكم. يعني الطلب وصل لربنا، ربنا هيستجيبه ويعمل لك الخير ليك بغض النظر عن حرفية الطلبة اللي انت طلبتها. هو يعرف اكثر ويرى المستقبل. يعني على الرغم من كلمة اسألوا تعطوا واطلبوا تجدوا،
أجد قديس عظيم من أعظم قديسي الكنيسة أو من أعظم الرسل في القرن الأول الميلادي، وهو بولس الرسول اللي قال وأنا تعبت أكثر من جميعهم، ولست أنا بل نعمة الله المعطاة لي والعاملة معه. ده طلب طلبه من ربنا. بيقول ولئلا ارتفع من فرط الاعلانات اعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا ارتفع. الى الله تضرعت ثلاث مرات انه يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي. يعني ده بيطلب الشفاء من المرض، من الضربة في الجسد، وجايز يقول ما الشفاء يتفق مع مشيئة الله، لكن ربنا واجد انه لما يرفض هذه الطلبة ويبقى بولس العظيم في مرضه، هذا افيد له روحيا، لأن من فرط الإعلانات والمعجزات والحاجات دي يرتفع قلبه من الداخل ويفقد روحياته. ولذلك يا ناس يطلبوا أن ربنا يبعد عنهم المرض، وربنا يسمح بالمرض، أحيانا بيسمح بالمرض كفترة راحة إجبارية من شخص دايما يشتغل يشتغل يشتغل، وكثرة المجهود ممكن تتعبه، فيسمح له بشوية مرض يستريح فيهم كده أسبوعين ثلاثة في الفراش. جايز ربنا يسمح بالمرض حتى واحد في مكان العناية المركزة يبتدي هو رائد هناك يفكر عمل ايه ويرفع قلبه الى الله ان يغفر له ما عمله، فبيكون المرض من فائدته فترة لمحاسبة النفس، وفترة ينكشف للانسان فيها اي خطأ عمله او اي نقص موجود فيه، وفترة للتوبة. جايز تكون فترة المرض فترة للصلاة، يعني اللي ما بيصليش أبدا بالذات في حالة المرض بيصلي، فأول ما يرفع قلبه إلى الله ربنا يقول له بس أدينا التقينا، نفعك المرض فتح قلبك للصلاة. وجايز برضه ما يستجبش شوية يوم، فالتالي بعد الصلاة ينذر نذر، ربنا يقول له أدينا تقدمنا خطوتين، المرض فاده. مش كل مرض فيه ضرر، كتير من الأمراض بيكون لها فوائد. وعلى رأي قديس باسيليوس الكبير، قديس باسيليوس الكبير قال لأنك لا تعرف ما هو الخير ليك، الصحة أم المرض. ده بولس الرسول ما كانش عارف الخير ليه برضه، الصحة أم المرض، فقال له اشفيني، قال له لا خليك كده بس كفاية عليك نعمات. جايز فترة المرض توثق الصلة بينه وبين أشخاص ما كانوش من حبايبه قوي، ابتدوا ظروف في مرضه فبدأت تتكون علاقة طيبة، أو بعض خصوم ليه بدأوا يسألوا عنه فابتدى يكون بينه وبينهم صلح، ولولا هذا المرض ما كان الصلح ولا كانت هذه المحبة. وأيضا في المرض بيكتشف يد الله معاه في هذا المرض. ربنا بيقول اطلبوا تجدوا، ولكن في نفس الوقت قال على
ابن يعقوب الرسول لأنكم تطلبون ربيا. ففي طلبات بتكون خاطئة لا يستجيبها الله، يعني مش أي طلب الواحد يطلبه بيكون صح. مثال لكده، قديسين، اثنين من القديسين من العظام جدا، القديس يوحنا الحبيب وأخوه يعقوب. مرة كانوا ماشيين مع المسيح، وبعدين كان وجهه متجه لأورشليم، فمدينة من السامرة رفضت إنها تفتح أبوابها ليه، يعني منعوه إن يخش المدينة. فتحمسوا الاثنين دول وطلبوا من المسيح، طلب قالوا له أتشاء يا رب إن تنزل نار من السماء فتحرق هذه المدينة كما فعل إيليا فيطبخهم. وقال لهم لستما تعلمان من أي روح أنتما، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك الناس بل ليخلص. هذول اثنين رسل، ومن الاثني عشر، ومن أعظم الرسل، ومع ذلك طلبوا طلبة خاطئة. وفي مرة برضه هما الاثنين طلبوا طلبة بلسانهم أو بلسان أمهم إن يجلس واحد عن يمينه وواحد على شماله في ملكوته، فقال لهم لا. قال لهم هذا الأمر لمن يعني من اللي هياخده يعني، لكن أنتم تقدروا تشربوا الكأس اللي أنا أشربها وتستبغوا بالصبغة اللي أنا أستبغ بها. قالوا أي. قال لهم برضو هخليكم تشربوا من نفس الكأس ومن نفس الصبغة، لكن هذا الأمر للذي أعطي له. ما قال لهمش أنتوا لا، لكن يعني منعهم عن التفكير في هذا الأمر لأنه أمر خاطئ. في مرة من المرات نبي عظيم من الأنبياء اللي له سفر في الكتاب اللي هو يونان النبي، بعد ما ربنا أشفق على أهل نينوى، يقول الكتاب إن يونان اغتم غما شديدا واغتاظ وقال لربنا خذ يا رب نفسي لأن موتي خير من حياتي. ده كويس إن ربنا ما خدش نفسه وهو في الحالة دي، كان ضاع ومات، لأنه ساعتها كان بيفكر في كرامته أكتر من خلاص مدينة وحالها. أهي طلبة لكن الله لم يستجب. وياما في ناس في ساعة يأس في ساعة تعب خلاص يا رب خد نفسي، وربنا يعني ما بيستجبش الطلبة دي لأنها في حالة انفعال وكلام ملهوش لازمة. عندنا مثلا داود النبي، داود النبي ابنه اللي أنجبه من خطيته مع بالشبع مرض وهيموت، فصام وصلى ويعني وتذلل أمام الله لكي يشفي هذا الطفل، ما ينجي ربنا ما استجبلوش والطفل مات. ده لو الطفل ده بقى كان عاش كان عمل لنا مشكلة، مفيش شك كان عمل لنا مشكلة، لأن كان هيبقى أكبر من سليمان الحكيم، هما الاثنين من ولاد بالشبع، بس ده ابن خطية وده ابن في حال الزوجية، فلم يستجب له لأنه بيطلب طلبة خاطئة. برضو إبراهيم أب الآباء، وده راجل عظيم، ده أبو الآباء والأنبياء. في لوبة لما شعر بأن طلبته في الناس تباطأ الله فيها وما جاتش، قال له خلاص يا رب ليعش إسماعيل قدامه، ولم يستجب الله لهذه الطلبة
وقال له انا هخليه امة كبيرة كله لكن لإسحاق يوضع لك مصر. يعني يا ناس بيطولوا طلبات وتكون الطلبات ليست حسب مشيئة الله او تكون طلبات فيها خطأ فربنا ما بيستجبهاش. ده في ناس ساعات من غزهم من الاخرين يصلوا ويطلب ان ربنا يخرب بيتهم. ربنا يخرب بيتهم صلاه خاطئه، صلاه خاطئه لانها فيها حقد وخاليه من المحبه وفيها انتقام الى اخره. او واحد يجي يطلب ان ربنا يوفقه في زيجه تعتبرها الكنيسه زيجه غير شرعيه، يعني عايز يتجوز اخت مراته المتوفاه وده ما بتسمحش ليه، ويصلي ويطلب ان ربنا يحنن عليه قلوب رجال الكهنوت ويجوزوه وبس، ولو غلط غلط بس يطلب. بلاق كان طلب من بلعام طلب انه يلعن الشعب، وبنى سبع مذابح وقدم عليها سبع مذابح وبنى عليها ذبائح وبرضه ما وافقوش على كده لان الطلبه خاطئه. يعني واحد عنده كتاب دلال المزامير اللي بيستخدموه في السحر ده او دلال الدلال، يقول اذا حبيت تنتقم من عدوك ويجراله تجيب طبق ومش عارف فيه زيت ولا ميه وتقرا عليه المزامير الفلانيه وان شاء الله يصير خرابه باذن الله. باذن الله ازاي؟ الناس طبعا الكلام مش مظبوط. فاي طلبه من هذا النوع ربنا ما يوفقش عليها. فما تفتكروش ان اطلبوا تجدوا يعني كارت بلانش بحيث ان اي طلبه تطلبها هتجدها، لا طبعا، حاجه بعقل وبحكمه وتكون توافق مشيئه الله وتكون لخيرك وما تكونش طلبات من طلبات الحاجات العالميه وما تكونش خطيه. ومثلا واحد يطلب انه ربنا يمشيه في الطريق الواسع بحيث كل حاجه ماشيه مستجابه مستجابه، امال فين ادخله من الباب الضيق لو مش ده؟ زي واحد يكون تعبان مش عارف يوصل عايز ربنا يبعت له ينزل له سحابه من السماء تاخده زي ما خدت في لبس المبشر ونقلته لاشدود، ولا مركبه ناريه زي اخذت ايليا. عايز يعيش في الوسع. ربنا ما يوافقش على الطلبات دي. كذلك كل الطلبات التي هي ضد الصليب الذي يحمله الانسان، ما نقدرش نقول ان ربنا لازم يمشينا في الراحه باستمرار دون ان نحمل صليبا او نتذمر على الصليب. او واحد يطلب ان يعيش بالمعجزات، ان نرد معجزه تشفيه، ان كان في عقد معجزه تجيب له عيال، او يخش في حكايه ايمان بدون ايمان. يعني التلميذ يطلب انه ينجح من غير ما يذاكر، فبدي لازم يستجاب؟ يبقى كل التلامذه ما يذاكروش وينجحوا؟ ده جايز ما يذاكرش ويطلب تفوق كمان، يعني طموحاته عاليه. فلذلك انا شخصيا لما بيجيني تلميذ يقول لي صلي لي عشان انجح، اقول له بس تذاكر، انا اصلي لك لكن انت ايه؟ تذاكر. مش ما تذاكرش وتسقط وتقول صلاه ما بتستجاب عند ربنا، انت تذاكر. ففي ناس بيحبوا
ياخده ويقول لك ليه مش النجاح من مشيئة الله؟ اهي صلاتي تتفق مع مشيئة الله ان ننجح. يقول له مشيئة الله انك انت ما تاخدش شيء لا تستحقه، وانك انت يعطيك حسب اعمالك، وانك انت لازم تذاكر. او مريض يطلب برضه ان يعيش بالمعجزات، ان لازم ربنا يشفيه من غير ما يروح عند الدكاترة ولا ياخد علاج. يقول لا، ما الكتاب يقول اسألوا تعطى واطلبوا تجد. قال لك اسألوا تعطى واطلبوا تجد. وقال ايضا لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى، يعني المرضى يحتاج الطبيب. مشكلة الناس كتير انهم يمشوا بالآية الواحدة ويسيبوا بقية الآيات، عشان كده بيغلطوا في الطريق. انت صحيح تطلب التوفيق في عملك كويس، لطلبة كويسة وحسب مشيئة الله، لكن جنبها يكون عندك أمانة في عملك. فربنا يمنحك النجاح في عملك، التوفيق في عملك، وانت من جهتك يكون عندك الامانه في العمل، عشان ما ناخدش الحكايه كده. فربنا يسوع المسيح حتى قال ان كثيرين يقولون لي يا رب يا رب، لكن ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت، بل الذي يفعل مشيئه ابي. فاطلب وقول يا رب، لكن في نفس الوقت تفعل مشيئه الله. جايز تطلب ولا تستجاب لانك لست في حاله صلح مع الله. يعني واحد ماشي في الخطيه ويجي وقت الزنقه يطلب، لو ربنا شعر ان استجابه طلبته تصلحه ممكن يستجيب، لكن اذا شعر انها يعني على راي الشعر اللي بيقول صلى وصام لاجل امر كان يطلبه، فلما انقضى الامر لا صلى ولا صام، فيبقى ربنا ده بس بتاع الحالات الحرجة، إله الظروف الحرجة يعني، وغير كده مفيش. فنقول له طيب ربنا مستعد ينفذ معاك الآية بتاع اطلبوا تجدوا، لكن كمان أنت تنفذ الآية اللي بيقول فيها ربنا ارجعوا إلي أرجع إليكم. فدي تبقى كده. وساعات الطلب يكون خطيه، زي في حياه الانبا انطونيوس، قيل ان امراه راحت له وقالت له انت راجل قديس وطيب، انا اريد ان الله يرزقني منك بمثل صالح. ازاي بس يرزقها بمثل صالح من هذا الراهب واثناء ما تفقدوا صلاحه ما بقاش صالح؟ لكن يعني اهي اصطلح مع الله، وما تطلبش دون ان تعمل. زي واحد يقول انا اريد ان اتمثل بما ذكره الرب عن العصافير التي لا تزرع ولا تحصد والله يقتها، فهو لا يزرع ولا يحصد، وعايز ربنا يبعث له المن من السماء والسلوى ايضا ويلاقي ايه. مشكله الناس انهم يلاقوا ايه من غير ما يدوروا على بقيه الايات. انت تطلب وتقول لربنا يا رب أنا معرفتي محدودة وإدراكي للخير النافع ليا محدود،
وانت مخبأة في كل كنوز العلم والمعرفة، وتعرف ما لا اعرفه، وتعرف الخير لي، فنفذ مشيئتك معايا في الخير الذي تريده انت لي. وبالشكل ده تصل الى حياة التسليم وتقول لي يا رب انا بطلب الطلب وحط جنبه لتكن مشيئتك، ان استجبت ابقى مبسوط، وان لم تستجب ابقى مبسوط شاعر ومتأكد ومؤمن بان المسألة دي ما تناسبنيش. كمان لما تطلب لا تفرض على الله وقتا معينا محددا يستجيب فيه، ادي له فرصة، ادي له مدى زمن يستجيب، مش لازم دلوقتي وإلا هزعل. الله ازعل ايه؟ انت عم تطلب الطلب وتحدد الزمان والمكان والكيفية وربنا يبقى مجرد جهاز تنفيذي لرغباتك، صح كانت ولا غلط محدش يقول الكلام ده. انا عايزكم تفهموا اطلبوا وتجدوا بمعنى عميق يتفق مع التدبير الالهي. جايز انت تقول ما هو بيقول اسألوا وتعطوا وانا سألت ربنا ولم يعطني، جايز ربنا يقول لك اسألوا تعطوا، الآية دي حط جنبها الآية اللي بتقول من يسمع صراخ المسكين ولا يستجيب يصرخ هو أيضا ولا يستجاب، والآية بتاعت بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد. انت عايز تطلب ربنا يعطيك اعطي غيرك، لكن ترفض تعطي غيرك يقول لك بالكيل الذي به تكيلون يعطي ويزاد. تصرخ لربنا يقول لك فاكر لما انت طلبوا منك وقسيت قلبك ورفضت وقعدت تحقق وتقول مين مستحق ومين غير مستحق؟ طب انت غير مستحق، هعاملك بنفس المعامله، ايه رايك في الكلام ده؟ ولازم برضو وانت بتطلب تصطلح مع الله، وانت بتطلب تكون ايضا بتعطي غيرك زي ما طالب ان ربنا يعطيك، وانت بتطلب تخلي طلبتك روحيه في الاول، وانت بتطلب ما تكونش في خصومه مع الله، وانت بتطلب تطلب الخير ليك وانت مش عارف فين الخير. تمام برضو زي ما قلنا ان انت بتطلب اطلبه اولا ملكوت الله وبره، وانت بتطلب اطلب باتباع وبانسحاب وقول لي يا رب انا بطلب وانا شاعر اني غير مستحق، انا بطلب ان انا شاعر غير مستحق. لكن في واحد بيطلب بكبرياء يقول لي يا رب اعطيني كذا، وان ما اعطانيش لا انا داخل له كنيسه ولا انا صايم له صيام ولا انا مصلي له صلاه ولا انا معترف، وهو حر بقى يشوف ايه اللي يجرالي. طب دي الطريقه تطلب بيها دي؟ اللي يطلب يطلب بقلبه متكبر ومتجبر، ده لازم يطلب بقلب منسحب. ايضا في حكايه اطلب وتجده لازم نشعر ان احيانا يسمح الله بفترات من التخلي لكي ياخذ الانسان درسا، زي مثلا ربنا بيقول اطلب وتجد، تيجي في سفر النشيد تلاقي طلبت فما وجدت، دعوت فما اجابك. ليه؟ لان كان في لخبطه قبل كده، ما
لو الواحد يلخبط وربنا يدي على طول لما يتعود على اللخبط، زي الابن اللي دايما يطلب من ابوه او امه لازم يدوه، لخبط يدوه، ما لخبطش يدوه، نجح يدوه، سقط يدوه، خالف كلامهم يدوه، سمع كلامهم يدوه. الله لما يطلع واحد مدلل مش متربي. فساعات ربنا برضه في بعض اوقات مع كلمه اطلبه تجري الا دلوقتي طلبته فما وجدته، علشان الواحد ياخد درس. ما يقولش غسلت ثوبي فكيف البسه، غسلت رجلي فكيف اوسخهما، ده شغل دلع، ربنا مش بتاع دلع. هو صحيح بيدلل الاولاد لكن في حدود الحكمه، احسن يتعلموا انهم يبقوا متواكلين. يعني ربنا جايز يتباطا عليك في الاجابه لكي تاخذ مزيدا من الصلاه، من اللجاجه، من السعي، من تنقيه نفسك، من تصليح امورك. كمان من جهه الوقت، اطلب واشعر ان طلبك موجود في ذاكره الله، لم ينسه، هيجيبك اليه، لكن ربنا بيختار الوقت المناسب والطريقه المناسبه لكده. كمان احيانا لا نطلب من الله الا اخيرا، يعني نجرب كل الطرق البشريه وكل الطرق الخاطئه، ونجرب ذكائنا، ونجرب الناس، ونجرب الحيله، ونجرب الخداع، ونجرب النصر، ونجرب كذا كذا كذا، واخيرا نقول له طب يا رب نطلب منك، تطلب مني بعد ما لفيت اللفه الغلط دي كلها، طب استنى شويه. فبرضو يا ريتنا في طلبنا من ربنا مش بعد ما نفشل في اساليبنا، ولو ان برضو بعد ما نفشل جايز يستجيب لينا علشان ما نفشلش مره تانية. وكلمه من سالك فاعطه، زي ما تطبقها على علاقتك بربنا تطبق على علاقتك انت بالاخرين ايضا. وربنا قال من سالك فاعطه ومن اراد ان يقترب منك فلا ترد. اعتقد نكتفي.